قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. المكرم الثاني الشاب الطموح الدكتور كريم بن عبد السلام، الحاصل على شهادة الدكتوراه تخصص الأديان السماوية، ونيله لهذه الشهادة بميزة مشرف جدا عن بحثه المعنون بدعوة السيد المسيح عليه السلام بين الأناجيل والقرآن، بالإضافة إلى مساره العلمي. فالشاب الدكتور كريم بن عبد السلام فنان كبير متميز يعشق الفن الأصيل وبخوره المتشعبة. مهما قلت في حق هذا الشاب فلن أوفيه قدره، ولا يفوتني سيدتي سادتي أن أنوه بوالديه وبكل من ساهم من قريب أو بعيد في تمكين هذا الشاب من شق طريقه نحو تحقيق كل ما يصبو إليه في تحصيل العلم والمعرفة. تحت تصفيقاتكم دائما حضور الكريم، نرحب بالشاب كريم بن عبد السلام. سلام الله على هذا الجمع ورحمته وبركاته. تحية عطرة أسجيها لكم وأسجيها لجمعية الموقرة، جمعية إدريس بن مامون للبحث والإبداع في فن المنحون، إحدى أعرق الفنون التي تتميز بها مغربنا الحبيب. ولا أخفيكم أيها الحضور الكريم عشقي ومحبتي لهذا الفن الأصيل الذي يعتبر ديوان المغاربة بامتياز. من هنا من مدينة سلا، مدينة الأولياء والصلحاء التي أحبها حبا لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى، أحييكم وأحيي كل من قام كل من سهر على إنجازي، وأحيي كل من شاركني مسيرة التميز والتفوق والنجاح، بمن فيهم والداي الكريمان وعائلتي الموقرة. وتحية طيبة لكل الأساتذة الذين هم أعضاء لجنة المناقشة، أحييهم من المنبر أعضاء لجنة مناقشة بحثي الدكتوراه دعوة السيد المسيح عليه السلام رئيسا وأعضاء كل باسم. ولا يفوتني أن أشارك أن أشكر جميع من ساهم في مادي، ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في صقل موهبتي الفنية الميالة بطبعها إلى كل ما هو تراثي من طرب الأندلس وفن المنحون والمديح والسماء. وتحية طيبة وعطرة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. ينادي على الأستاذ توفيق بن عمر لتكريم الدكتور كريم بن عبد السلام، فليتفضل مشكورا. ضيوفنا الكرام، اليوم أمسيتنا ليست ككل الأمسيات، هي أمسية فنية فكرية. المكرم الثاني الشاب الطموح الدكتور كريم بن عبد السلام، الحاصل على شهادة الدكتوراه تخصص الأديان السماوية،
ونيله لهذه الشهادة بميزة مشرف جدا عن بحثه المعنون بدعوة السيد المسيح عليه السلام بين الأناجيل والقرآن، بالإضافة إلى مساره العلمي. فالشاب الدكتور كريم بن عبد السلام فنان كبير متميز يعشق الفن الأصيل وبخوره المتشعبة. مهما قلت في حق هذا الشاب فلن أوفيه قدره. ولا يفوتني سادتي أن أنوه بوالديه وبكل من ساهم من قريب أو بعيد في تمكين هذا الشاب من شق طريقه نحو تحقيق كل ما يصبو إليه في تحصيل العلم والمعرفة. تحت تصفيقاتكم دائما حضور الكريم، نرحب بالشاب كريم عبد السلام. سلام الله على هذا الجمع ورحمته وبركاته. تحية عطرة أسجيها لكم وأسجيها لجمعية الموقرة، جمعية إدريس بن مامون للبحث والإبداع في فن المنحون، إحدى أعرق الفنون التي يتميز بها مغربنا الحبيب. ولا أخفيكم أيها الحضور الكريم عشقي ومحبتي لهذا الفن الأصيل الذي يعتبر ديوان المغاربة بامتياز. من هنا من مدينة سلا، مدينة الأولياء والصلحاء التي أحبها حبا لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى، أحييكم وأحيي كل من سهر على إنجازي، وأحيي كل من شاركني مسيرة التميز والتفوق والنجاح، بمن فيهم والداي الكريمان وعائلتي الموقرة. وتحية طيبة لكل الأساتذة الذين أعضاء لجنة المناقشة، أحييهم من هذا المنبر، أعضاء لجنة مناقشة بحثي الدكتوراه دعوة السيد المسيح عليه السلام رئيسا وأعضاء كل بس. ولا يفوتني أن أشكر جميع من ساهم في مادي، ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في صقل موهبتي الفنية الميالة بطبعها إلى كل ما هو تراثي من طرب الأندلس وفن المنحون والمديح والسماء. وتحية طيبة وعطرة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. ينادي على الأستاذ توفيق بن عمر للتكريم، توفيق بن عمر لتكريم الدكتور كريم بن عبد السلام، فليتفضل مشكورا. شوف 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 شوف